كيف أعرف لون الشعري المناسب لبشرتك؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح التالي: القاعدة الأساسية في اختيار لون الشعر يجب أن يكون عكس لون البشرة الخاصة بك حتى يظهرك بشكل أكبر وأوسع وأجمل. يعني مثلا لو أنت بشرتك دافية يبقى تختاري أنواع لون بشرة باردة، وعلى العكس لو بشرتك باردة تختاري ألوان شعر دافية، ولو بشرتك محايدة يبقى هتبقي محظوظة جدا جدا جدا، لأنه أي لون شعر هيليق عليك. أتمنى أن تكون وصلت الفكرة، وإلى اللقاء.